السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنرسم شكل مثلا، اهو هقول ان انا عايز ارسم الشكل دوت، فبيطلع لي قائمة كبيرة جدا، ببدأ اختار منها اللي انا عايزه، وليكن مثلا الشكل دوت اهو. بحدد نص القطر وبحدد الارتفاع. طيب دلوقتي عايز اخد قطاع في الشكل دوت، فهقول له كليبنج، كليبنج بلان اهوت، وادوس انتر. ممكن بقى ارسمها باكتر من طريقة، ممكن 3 بوينت او فيرتيكال او سنتر. طيب انا هقول له 3 بوينت اول نقطة اهي، وتاني نقطة، وبعد كده بحدد الاتجاه اللي انا عايز اقطع فيه. بالشكل دوت. وبعد كده ممكن احدد الاتجاه او احدد السكشن من الرايت او من الفرونت، واقول له مثلا عايز اعمل موف. وادوس انتر. وتبدأ بقى تحرك في الاتجاه اللي انت عايزه. وممكن تعمل سيلكت العنصر وتروح محركه على طول من غير امر موف، هيتحرك معاك عادي بدون مشاكل. فهتلاقي القطع بدأ يظهر معاك هنا، وبدأ يظهر معاك في كل الاتجاهات. طيب لو القطع ما ظهرش معاك، بتدخل في البروبرتيز بتاعت القطع الكليبنج، هتلاقي هنا ظاهر معايا ان هو يبقى في التوب بس. هقول له كمان خلي التأثير يظهر في البرسبكتيف، وممكن تخليه برضه في الفرونت، لاحظ التأثير، والرايت، فيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. طيب بعد كده لو انت عايز تصدر الشكل دوت، تمام، هنتكلم على التصدير في فيديو تاني، هنتكلم ازاي نحوله لل 2D، لكن هنا هنتكلم على التصدير. هتقول له اكسبورت سيلكت، فيقول لك اعمل سيلكت على الحاجة اللي انت عايزها. فانا عملت سيلكت، تمام. لازم الشكل طبعا اللي جوه هو ده الاهم اللي احنا عايزينه. تبدأ تعمل عليه سيلكت وتقول له انتر. فيسألك بقى عايز تعمل تصدر ليه. ممكن تصدر لل 3 دي ماكس، للسكتش اب، للاوتوكاد، دي دبليو جي ودي اكس اف، وكل حاجة. وكل واحدة من دول ليها الخصائص بتاعتها واعدادات افتراضية وحاجات زي كده. طبعا اول مجموعه الراينو، بعد كده 3 دي ستوديو، وبعد كده عندك الاي سي اي اس، عندك الالستريتور، عندك الاوتوكاد دي دبليو جي ودي اكس اف، عندك الدي اي اي ده لو انت عايز تفتحه في اليومن او 3 دي ماكس او اي برامج. البرامج ديت دي اهم الامتدادات، زائد السكتش اب، زائد 3 دي اكس، وهكذا. طيب هقول له بقى ايه انا عايز. الاوتوكاد مثلا دي دبليو جي، وقلت له صدر الملف على اس ام سي. خش بقى في الاوبشن، فبيقول لك انت الاكسبورت سكيم الافضل سوليد، يعني جرب كله. لكن انا لما جربت كله كان السوليد هو الافضل معايا. اديت سكيم، هتلاقي بيقول لك الاوتوكاد اللي ظهر ايه، ماشي 2007 مفيش مشكله. السيرفيس ممكن تقول له انا عايزها سوليد او كيرف او مشت. طيب المشت عايزها ازاي؟ ممكن بش، انا جربت الاثنين لقيت ان مش افضل. هنا انت بقى بتشوف انت محتاج ايه. انا بالنسبه لي كانت سوليد افضل، تمام. اكسبورت لاير نيم اونلي، تمام. انت تشوف انا بقى الفول لاير باص ولا الشيلد اللي انت عايزه. انا شفت ان مثلا الكالر باي اوتوكاد اندكس دي افضل من الار جي بي، عشان لو انت عايز تطبع في الاوتوكاد ده في الجنرال. الكيرفز العادات اللي موجوده في الكيرفز اعتقد يعني كويسه لحد ما، تمام. ممكن بس هاي في الاعدادات ديت، وممكن ان انت تعمل لها اكسبورت تصدرها وتستوردها في اماكن تانية. بس كده تقدر انت تصدر اوتوكاد بدون اي مشاكل خالص. هتحصل شوية مشاكل، هنبدأ في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله
نناقش ازاي نخلي الملف افضل، وازاي ان احنا نصدره 2D. نلاحظ هنا احنا ما قلناش سيكشن، وما قلناش ان دي حولها ل 2D. هنشوفها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.